المزيد حول المساعدات المقدمة للأشقاء في قطاع غزة يطلعنا عليها من العريش الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بك محمود، ولك متابعة في هذا السياق، تفضل. نعم، يعني بعد التحية، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، كل الجهود المصرية لازالت مستمرة في تقديم كل الخدمات الإنسانية وأيضا الخدمات العلاجية للأشقاء الفلسطينيين. يعني نتحدث أيضا عن مدينة العريش هنا التي تقدم كل هذه الخدمات، بداية من مطار العريش الذي لا زال يستقبل كل الطائرات والدول المختلفة التي تقوم بإرسال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين. مصر فتحت هذا المطار لاستقبال كل المساعدات، كان آخر هذه المساعدات اليوم طائرة قطرية على متنها 15 طن من المواد الغذائية. يتم التنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني لإرسال هذه المساعدات عبر معبر رفح البري. هذا المعبر الذي لا زال أيضا تتدفق من خلاله كل الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة يوما بعد يوم ودفعة تلو الأخرى. اليوم شهدنا يعني عدد كبير من الشاحنات التي دخلت إلى معبر رفح، نتحدث عن 136 شاحنة وصلوا بالفعل إلى الجانب الفلسطيني، منها 76 شاحنة من معبر كرم أبو سالم، وتتوالى أيضا الشاحنات في الدخول محملة بعدد كبير من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، بالإضافة بالطبع إلى شاحنات الوقود. وهذه نقطة هامة، لأن قطاع غزة بحاجة كبيرة بالطبع إلى الوقود، فبالتالي هناك 4 شاحنات وقود من الغاز دخلت اليوم إلى الجانب الفلسطيني، بالإضافة بالطبع إلى استقبال الجرحى والمصابين، وجهزت لهم كل المستشفيات سواء مستشفى الشيخ زويد وهي الأقرب إلى معبر رفح، أو حتى مستشفى العريش التي استعدت بأكثر من 220 سرير لرعاية الأشقاء الفلسطينيين، وإن كان أكثرهم أو أكثر من 50% منهم من الأطفال، ولكن يتم تقديم كل الرعاية الكاملة لهم، بالإضافة إلى مستشفى بئر العبد ومستشفيات مدن القناة. نتحدث عن أن هذه الجهود لم تتوقف أبدا منذ اللحظة الأولى، ومصر تقدم كل خدماتها للأشقاء الفلسطينيين. أيضا هناك ميناء العريش البحري الذي يعني هناك فيه مستشفى في السفينة الإيطالية الموجودة، التي تقدم أيضا أكثر من 15 طبيبا في كل التخصصات المختلفة لعلاج المصابين الموجودين. هذا بالإضافة إلى التنسيق الذي يتم بين وزارة الصحة المصرية ووزارة الصحة وزارة الصحة لأي من الدول التي ترغب في أن يعني تعالج المصابين من خلالها. هذا يتم أيضا من خلال مطار العريش ومن خلال الطائرات الموجودة في مطار العريش في نقل المصابين إلى الدول التي تريد أن تقدم الرعاية الطبية والصحية. مصر لازالت يعني تفتح معبر رفح البري لدخول مزيد من الشاحنات، خاصة بعد قرار مجلس الأمن، يعني كما تحدثنا أن الجميع يأمل في أن الفترة القادمة يكون هناك عدد أكبر للشاحنات، لأن قطاع غزة بحاجة إلى هذه المساعدات سواء كانت الإنسانية الغذائية أو حتى طيب الطبية. اسمح لي في هذا السياق محمود، يعني أنت تذكر أن هناك جهودا مصرية وبالتأكيد جهود دولية لفكرة دخول عدد أكبر من الشاحنات الإغاثية إلى قطاع غزة، لكن هل مسألة مراقبة هذه المساعدات الإنسانية من قبل جيش الاحتلال، هل فكرة الإجراءات التفتيشية التي تحدث على هذه الشاحنات إلى أي مدى هي تعرقل الدخول؟ هذه هي النقطة الهامة، هي إجراءات التفتيش التي يعني تتم من قبل الجيش الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا في معبر كرم أبو سالم. فهذه الإجراءات بالطبع يعني، وكما تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منذ يومين، أن هذه الإجراءات تعرقل وصول الشاحنات، لأن نحن يعني نتحدث عن من الجانب المصري يدخل عدد كبير من الشاحنات، لكن تبقى لا. النقطة الهامة هي وصول لا. هذه الشاحنات إلى الجانب الإسرائيلي. إذن وصلت فكرتك والصورة تعرقل عدد إلينا من هذه الشاحنات. شكرا لك محمود جميل على كل هذه التفاصيل.